في كام سؤال كده يا دكتور على الفيسبوك، معرفش اقولهم في وقتهم ولا. تفضل. طيب هنبدا في الاجابات ننتهي منها عشان اولويه مشاهدينا تمام يتواصلوا معنا في تمام التليفون، واذا كان البقيه في سؤالين ان سريعا في شاء الله. الفيسبوك. نبدا بالاستاذه تهاني من القاهره، كان ما كانش بتصلي وهي صغيره، دلوقتي بتصلي صلاه كامله وبتصلي ما فاتها اللي انا قدرت افهمه يعني كل يوم قبل صلاه الفجر. هي بتقول ان هي علشان ما كانتش بتصلي وهي صغيره، دلوقتي بتصلي يوم كامل بعد صلاه العشاء او قبل صلاه الفجر، يعني يعني صبح المهم ظهر عصر مغرب عشاء قبل تصلي صلاه الفجر. تصلي 5 اوقات في فتره التهجد. تمام. فبتقول هل ما اقوم به الان صحيح ام انه يجب علي ان اصلي مع كل وقت وقت، يعني مع الفجر فجر في وقته، مع الظهر ظهر في وقته؟ لا، اللي هي بتعمله ده صح، ما فيش مانع. إذا صلت مع كل وقت وقت أيضا صحيح، يعني كلاهما صحيح، ولكن تعمل ما هو أيسر لها. إذا صلت في يوم كامل بعد صلاة العشاء ما فيش مانع، إذا صلت مع كل وقت مثله أيضا ما فيش مانع.